امرأة حاضت قبل أن تحرم من الميقات ودخلت مكة، ماذا عليها وكيف تؤدي العمرة؟ نعم، حاضت قبل أن تحرم من الميقات ودخلت مكة، ماذا عليها وكيف تؤدي العمرة؟ ما أحرمت، دخلت بدون إحرام ولا محرمة من الميقات؟ إن كانت دخلت بدون إحرام ترجع، إذا أرادت تعتمر ترجع للميقات تحرم منه وتؤدي العمرة. أما إذا كانت محرمة من الميقات ولكن جاه الحيض، هذه تبقى إلى أن ينقطع الحيض وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم.